تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة شكر وعرفان من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على رعاية جلالته للتربية والتعليم، مما كان له أبلغ الأثر في توفير الخدمات التعليمية بالصورة المطلوبة. وأكد وزير التربية والتعليم أن دعم ومساندة جلالته حفظه الله مكن من تحقيق أفضل النتائج في التقارير الدولية وإشادتها بالمسيرة التعليمية في مملكة البحرين، وآخرها تبوؤ مملكة البحرين المركز الأول عربيا والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقرير الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة الصادر في شهر يوليو 2019. وأشار إلى تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، أكد حدوث تطور في أداء التعليم في مملكة البحرين بشكل لافت خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ تقدم ترتيبه من حيث دوره في التنمية من المرتبة 64 دوليا في عام 2018 إلى المرتبة 39 في عام 2019. وتعهد وزير التربية والتعليم بمواصلة العمل والسير على طريق الإنجازات لتكون راية مملكة البحرين خفاقة في المحافل الدولية بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله. هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية.